وزارة الصحة تركيا، تاريخ الثروة من القيم الثقافية والجمال الطبيعي لبلد سياحي المعترف بها في جميع أنحاء العالم، وهذه السياحة الصحية في البلد وفي السياق الدولي يعتبر من داخل أهم معايير العالم. وفي أنحاء متفرقة من العالم الأربعة، بغض النظر عن ما الغرض من هذه الجغرافية عند وصولك، سوف تستقبلون في موضع ترحيب مع إنسانية الشعب وابتسامة وجههم وحسن ضيافتهم، لدرجة أن وصولك إلى تركيا والغرض من هذه الرحلة رجوعك إلى صحتك الطبيعية. هنا الآن، من أي مكان في العالم تأتون إلى تركيا من أجل العلاج وتستقبلون من المطار بالسيارة الخاصة وإحضارك من قبل المستشفى التي يتم علاجك فيها، ويتم استقبالك من قبل موظفين ذات تجربة وإحضار مترجم يقوم بترجمة بينك وبين إدارة موظفين المستشفى. المريض لا يعتبر نفسه الأجنبي في مكان ما، ويكون مستقبل من قبل وجيه مبتسمة. وبعد إجراءات قبول المريض، ستدرس البحث والتحليل من الخبراء الأطباء في هذه المجال، يخصص للمريض غرفة خاصة في المستشفى، ثم يتم إجراءات الفحوص المطلوبة والاختبارات. ويمكن الاستفادة من جميع أنواع مرافق المستشفى من حيث الموظفين وممرضين الراعية الصحية طوال الوقت. يتم فحص المريض وإجراء الاختبارات بأطباء مختصين. يتم فحص التحاليل لتقييم المريض، وفي حالة العملية الضرورية يتم الموافقة والتقوية على نموذج من قبل المريض أو أقربائه بقيام بعملية الجراحية. قبل العملية الجراحية يتم إعطاء المريض المعلومات الكافية لعملية الجراحية من قبل الأطباء والمختصين فيها، وأشياء اللازمة لمريض أن يعملها بعد العملية الجراحية. قبل العملية وأثناء الأعمال التحضيرية يكون ممرضين المستشفى بجانب المريض، ويأخذ المريض من غرفته الخاصة على سرير متحرك لغرفة العملية، ويكون المريض جاهز لإجراءات العملية الجراحية له، ويكون بين أيدي أطباء المختصين في أمان، وفي فترة قصيرة يرجع المريض إلى صحته الطبيعية. جاء وقت المغادرة من المستشفى، يعطى لمريض تقريرا كاملا بحوال الصحية له بحسب اللغة التي يريده المريض. يغادر المريض تركيا مثل ما استقبل بحث الضيافة ووجيه مبتسمة. يرجع المريض إلى بلده بصحة جيدة، ويكون الأطباء المختصين معه دائما. الصحة أهم شيء في حياة، ومن أجل الصحة كل قدم يقرب البعيد ويجعل الإنسان أخا وصديقا له.